البداية أود أن أوجه الشكر الخالص للجمعية التي نظمت هذا اللقاء، وأريد أيضا التنويه بمبادرة التنظيم الجمعوي، ولا شك وراءه التنظيم السياسي التابع له، على انفتاحهما على أناس عندهم مرجعيات أخرى، عندهم مسارات أخرى، عندهم ربما وجهة نظر أخرى قد تكون أحيانا مختلفة وربما قاع مضادة للأفكار التي بكل احترام يتوخاها التنظيم سواء الجمعوي أو السياسي كيفما كان. علاش تنأكد على هذه المسألة؟ لأنه حسب مساري المهني المتواضع الذي امتد على طيلة أكثر من 30 سنة، مكنتني ومن حسن الحظ أن أواكب بلورة وإنجاز العديد من استراتيجيات والسياسات الوطنية، والذي صدمني شخصيا منذ ما ناهز على الأقل في القطاع الفلاحي في المجال الفلاحي، هو أن النصف الأول من مساري المهني لاحظت أن المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي كانت في قلب تهيئ استراتيجيات والبرامج الوطنية، فبالتالي كانت هناك المؤسسات العمومية التابعة لوزارة لا تبخل على المنادات على الباحثين والأساتذة في مختلف المؤسسة التابعة لها لبلوان، فبالتالي كان هناك الحس، ربما هذه كلمة غنقولها شوية قاصحة، ونعلم الإخوان والأخوات اللي ما تعرفونيش أنا بطبيعتي مشاغب، لأنه أنا أعتقد أنه نوع من الشغب الإيجابي تي 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 يغني النقاش، هو واللي عنده شي أفكار يطرحها ونتناقشوا فيها. كان هناك الحس الوطني متواجد داخل الإدارة العمومية داخل الوزارات بمختلفها، وبالتالي كانت الموارد البشرية التي كونت طيلة سنين بالميزانية العمومية في المدرسة الوطنية العمومية كانت هي المشرفة المباشرة على تهيئ استراتيجيات والمخططات والبرامج والمشاريع، فبالتالي بالضرورة كانت سوف تسأل على النتائج التي ستعطينا هذه الاستراتيجيات، بالتالي كان هناك ما نسميه بالابروبرياسيون دي بوليتيك بوبليك تتولي ديالهم. وقع واحد الشرخ هذه واحد 15-20 سنة، وصلنا بين استراتيجيات اللي ربما غايبوتيكي مستقبل المسار ديال البلاد وديال المجتمع ديالنا، ننادي على مكاتب دراسات أجنبية لا دراية لها بواقعنا وبتاريخنا ولا بمؤسساتنا ولا بأنظمتنا الغذائية ولا 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 ولا، وآخرها الأسبوع الماضي نقرأ في الجريدة جرائد وزارة منتدبة ممكن مع الوزير الأول رئيس الحكومة خلقت للعمل على تقييم السياسات العمومية والعمل على التقائية السياسات القطاعية، جايب لنا مؤسسة ديال طوني بلير باش هو غيورينا كيفاش غنديروا التقائية ديال الوزارات العمومية، يعني
زعما بحال المغرب ما فيهاش كفاءات، ما عندناش مؤسسات، ما عندناش تجارب، هذه مسألة. فبالتالي علاش تنأكد على هذه المبادرة اللي فتحته اليوم للانفتاح على ناس اخرين اللي ربما ما عندهم افكار اخرى خارج الاطار السياسي اللي احنا متواجدين فيه او الجمعوي. فبالتالي وكم كاع التنظيمات الجمعوية والسياسية في بلادنا هي في حاجة كبيرة لهذا النوع من النقاش المنفتح على كاع الحساسيات والتوجهات. علاش؟ لأنه ربما أعتقد أنه هي أنجع طريقة باش نوصلوا للتوافقات التي في آخر المطاف سوف تكون صالحة لمصاري بلادنا ومستقبلها. المغرب لم يكن أبدا تاريخيا، وربما كاين أناس هنا يعرفونها أكثر مني، المغرب لم يكن أبدا أن بي دو روبتور، كان دائما بلد يتطور بدك فلويديتي بسلاسة. ولكن تنظن بأنه الحالة الوضعية اللي وصلنا لها خاصة هذا الإشكال ديال الماء والتقلبات المناخية والكوفيد والتقلبات الجيوستراتيجية والجيوبوليتيكية السياسية على المستوى العالمي، ربما سوف تفرض علينا أن نأخذ واحد المسار آخر ربما ديال القطيعة من بعض التوجهات وبعض السياسات العمومية. تنهضر على السياسات والتوجهات ديال المسارات السياسية، ما تنهضرش على النظام باش نكونوا واضحين. إذن أنوه بالمبادرة ديال إشراكي في هاد النقاش اليوم. عندي واحد ملاحظات أولية نبثقتها من العنوان الذي ارتأيتموه مناسبا للقائكم ديال اليوم، هو تدبير النقص المائي أو ندرة الماء بين الإكراهات المناخية والسياسات العمومية. هذا العنوان فيه ثلاثة العناصر، يعني تسائلنا كاين ندرة ديال الماء، هذا هو العامل الأول، وكاين تنهضروا على التقلبات المناخية، واش التقلبات ولا التغيرات؟ راه ماشي كيف. أنا بالنسبة لي ماشي كاين تغيرات مناخية ماشي تقلبات. تقلب لغويا راه غادي تقلب اليوم وغدا غترجع كما كانت، ولا ربما حنا الان في ان شونجمون راديكال ديال المناخ في المغرب، والمغرب يعد من الخمسة الدول التي سوف يصدمها بقوة التغيير المناخي على المستوى العالمي. فبالتالي كاين هذا العنصر الثاني، العنصر الثالث هو السياسات العمومية. نبداو بالنظرة، تسائلنا، هذا سؤال اعتبره اولي جوهري. علاش؟ لانه عنده تاثير على الطريقه والمنهجيه باش نحلوا المسائل. هذه الندره ديال الماء في المغرب واش هي حاله وضعيه ولدت اليوم اللي خرجت كما تنقولوا اكس نيلو، ما بانت كوم سا سبونطاني، واش هي ندرة معطى هيكلي للمغرب في المغرب، واش معطى هيكلي ولا وضعية تمخضت عن واحد المسلسل تتداخل فيه السياسة العمومية مع التغييرات المناخية؟ هذه مسألة بالنسبة لي. علاش؟ لأنه حسب إلا خضيتي هذه ولا هذه ولا هذه، التحليل سوف يفضي إلى نتائج مغايرة بينها، وبالتالي يفضي إلى أجوبة مختلفة عن بعضها. حسب، نرجعوا دابا للمعطيات الهيكلية ثابتة في المغرب. من ناحية المناخ، وربما راسي
صديقي السي محرج دالي احسن مني اللي تضك اللي يتكلم على هذا الجانب. المغرب في غالبيته 84 حتى 90% ديال المساحه الاجماليه هي تحت وطأة مناخ اريد لسمي اريد قاحل جاف وشبه جاف. هاد جاف وشبه جاف شنو هي المعنى ديالو؟ هو قله تساقطات المطريه أمويًا معدل اقل من 400 ملم، وفي نفس الوقت تتغير حسب المجال وحسب الوقت. في نفس السنه يكون عندك هنا شتاء وهنا هذا العامل الاول. اذا المغرب هيكليا هو بلد جاف وشبه جاف، بمعنى الموارد المائيه ديالو قليله نسبيا ومتقلبه. وهذا الجانب الجاف وشبه الجاف سوف يكثر بكثير تحت وطأة ما يسمى ب اللي تنسميها التغيرات المناخيه، ماشي التقلبات، التغيرات. هذا العامل الاول. العامل الثاني راه اشار لها السي حسناوي، وضع معطاها اخر هيكلي بالنسبه للمغرب، هو 50% من التهاطلات المطريه تتمركز في 7% ديال المساحه الاجماليه ديال المغرب، هما حوضي سبو والغرب. زيد على هذا ان التهاطلات المطريه الكبرى تهم المنطقه ديال الشمال الغربي للمغرب، اللي هي منطقه لا توجد فيها موارد كبيره من التربه الصالحه للزراعه. التربه موجوده في مناطق اخرى في الجنوب، ابتداء من خلي الغرب واللوكوس، راهم تم تلقاو سايس، تلقاو زعير، الشاويه، عبده، تادله، الحوز، هذو هما لي باسان الكبار ديال الاحواض الكبرى الفلاحيه. علاش تنذكر بهذه المساله؟ هنا تلقاو الجدوى ديال سياسة السدود وسياسة المليون هكتار التي أطلقها المرحوم حسن الثاني في أواخر الستينات، واللي غتوصلنا في أفق 2000 إلى تهيئة وإنجاز مليون هكتار في المناطق السقوية. هنا واحد التوضيح الله يخليكم، راه ما قلتش المناطق البوسقات، مناطق التي جهزت لكي نتمكن بإعطائها الماء عبر الصي إذا دعت الضرورة إلى ذلك. راه في دوائر الاستثمار الفلاحي التسع، خلي الرشيدية ورزازات هذاك حالة خاصة، باقيهم راه الفلاح واش غادي يمشي يدير هو السقي اللي غيخلص عليه الفلوس إلا كان الشتاء. دونك في الواقع باستثناء بعض المنتوجات اللي من الضرورة تسقى كاملة طيلة السيكل ديالها، كاين كثير من المنتوجات تسقى بار ديفو، إذا ما جات الشتاء عاد تيسقيو الفلاح. الحبوب مثلا، إلا خدينا الحبوب، علاش هو غينوض يسقي بالماء ديال لوفيس اللي خصو يخلص عليه الفلوس والشتاء تطيح، غير باش والقانون الذي جعل باش هذاك لي زوفيس يكونوا، راه ما تيقولوش قراو القوانين، راه الناس اللي كتبوا داك الشيء راه ناس كبار، ما تيقولكش لي بيريمتر إيريغي في القانون، سي لي بيريمتر ديريغاسيون ماشي إيريغي، سون با اوتوماتيكمون. دونك ما حد التطاولات التهاطلات المطريه كاينه، اون بو بارلي ديريغاسيون دو كومبليمون اي دو بوان، يعني سقي تكميلي، تنمشيو للسق اي اديفو دو. الاشكال اللي وصلنا ليه دابا هو هاد المعادله ما بقاتش خدامه، بالعكس من هاد الشيء كاين دوائر سقويه كامله بمجملها اللي هادي 4 سنين ما تعطلهاش الماء ديال البراجات. خذوا دوك
مثلا، ودابا زيد عليها تادله وزيد عليها الحوز، يلا والملويه في المغرب الشرقي. إذن هاد القضيه ديال السقي وسياسه السدود كانت يعني في محلها، ولكن هذيك المساله ديال تجهيز دوائر سقويه وانشاء سدود راه لم تنطلق بعد الاستقلال. الدراسات الاوليه ديها راه دارت في عهد الحمايه، والمرحوم الى حدد قبل الحمايه، فتحت الحمايه تحت الحمايه تحت الحمايه تحت الحمايه تحت الايمان. وديك الساعه كانت تقديرات ديال المساحات ماكسيموم الاجماليه اللي نقدروا نجهزوها، والمرحوم ما قالش غداك الهدف ديال مليون هكتار هكاك عبثا، هذاك هو لو بوتونسيال ديال ليكيبمون بور ليريغاسيون في المغرب. الاخ اللي سبقني دابا عادو دار العرض اش قالنا، حاليا عندنا ما يناهز 2 مليون ديال الهكتارات جهزت للسقي. اذا دابا راه وصلنا للدوبل ضعف ديال اللي كان خصو يتجهز للسقي. سي تشين فويت اون افون. دابا غنمشي نفتح واحد القوس اللي اعتبره جوهريا في كثير من الحالات نفتقد بما فيها وربما بالخصوص في سياسة العمومية إجمالا، نفتقد لمقاربة شمولية، وهي تبقى المقاربة القطاعية هي السائدة لحد اليوم لحد اليوم. وسوف أعطيكم أمثلة. دابا هذا الأخ قال لك عندنا مشكل ديال توحد السدود، وذاك توحد السدود ماشي نزلات من السماء هذاك، لأنه ملي كنا تنبداو نتشد السدود ما كانش تتعط، لا نأخذ بعين الاعتبار ضرورة تشجير الأفق عالية تنشوفوها البيطون ذاك ما سي سكوندير، المياه والغابات شحال نديرو بالمياه والغابات؟ علاش حنا سي ان ترافي كي نو سوبريت با لينوغوراسيون؟ C'est un travail qui demande beaucoup de temps, compliqué, etc.